إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، واللي أعطاها انطلاق جلالة الملك محمد السادس أيده الله، وفي إطار كذلك العمل على تمديد الطريق الرئيسية التي تذهب من تيزنيت إلى العيون ثم الداخلة. فالهدف هو إن شاء الله نوصله إلى القرقارات في إطار طريق مساعد ديال سعد الأمطار، واللي غتستفد منها الجماعات ديال أرقوب وإمليلي وبرنزارن. وهذا الأمر فهو تدخل في إطار الهدف الأساسي، وهو تقوية بالطبع الشبكة الطرقية والعمل على تنمية الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا.